قال رحمه الله، قال الدارمي رحمه الله عليه في سننه، وزلنا مع كتاب الصلاه، قال: باب النوم في المسجد. قال: اخبرنا سعيد بن المغيره قال حدثنا معتمر عن داود بن ابي هند عن ابي حرب بن ابي الاسود الدؤلي عن عمه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال: اتاني نبي الله صلى الله عليه وسلم وانا نائم في المسجد فضربني برجله، قال: الا اراك نائما فيه؟ قال: قلت: يا نبي الله غلبتني عيني. قال رحمه الله: اخبرنا موسى بن خالد وعن ابي اسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: كنت ابيت في المسجد ولم يكن لي اهل، رايت في المنام كان من طلق بي الى بئر فيها رجال معلقين، فقيل: انطلقوا به الى ذات اليمين. قال: فذكرت الرؤيا لحفصه رضي الله عنها، فقلت: قصيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصتها عليه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: من راى هذه؟ قالت: ابن عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الفتى، او قال: نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. قال: وكنت اذا نمت لم اقم حتى اصبح. قال: فكان ابن عمر يصلي من الليل. يعني هنا الحديث الاول حديث ابي ذر، الحديث فيه ضعف، قال: لا اراك نائما فيه. قد يقال ايضا بان الكراهه ليس نهيا، وان الانسان قال لا اراك نائما فيه، وحديث ضعيف لم يصح. والحديث الذي صح هو حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، لانه الحديث عن ابي حرب بن ابي الاسود الديلي عن عمه عن ابي ذر، وعمه هذا مجهول، فالحديث ضعيف ولا يعول عليه، اذ الاحكام فرع عن التصحيح. لكن ابن عمر كان قبل ان يتزوج كان شابا يافعا، كان ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى راى الرؤيا التي راها انه انطلق به الى بئر فيها رجال معلقون، فقيل انطلق به الى ذات اليمين، فذكرت رؤيا لحفصه. فشوف هنا أن اولا فيه مسائل الاولى جواز النوم في المسجد، وان كان مالك كره ذلك، وبعض العلماء قالوا ان يبقى فيه دون ان ينام يبيت، يعني يبيت فيه. والصحيح ان حديث ابن عمر اصل في الباب، وانه يجوز النوم في المسجد، وهذا قول جمهور الفقهاء. وايضا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان نائما في المسجد عندما قال له: قم يا ابا تراب، قم يا ابا تراب. زادك الله ادبا انزم وارضا، زادك الله ادبا. وايضا المراه السوداء التي كانت تقوم المسجد كانت تبيت في المسجد، وهذا فيه دلاله على جواز النوم في المسجد، وهذا كلام صحيح في هذا الباب، وانه جائز بلا شيء. وايضا فيه فضيله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، انه لما راى الرؤيا قال: نعم الفتى، نعم الرجل هو، ان كان يقوم من الليل فكان لا ينام من الليل. وهذه ايضا فيها سرعه الاستجابه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الادب مع رسول الله لما تكلم بالرؤيا، فيها ايضا تعويل الرؤيا على من يتقن ويحسن، تعويل الرؤيا على من يتقن ويحسن. فهذه يعني حاله الرؤيا على المتقن في التاويل، لانه قال لحفصه: قصيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل. من الذي راى هذه الرؤيا؟ قالت ابن عمر، فقال: نعم الفتى لو كان ينام له من الليل او يصلي من الليل، فكان ينام، كان اذا نام من الليل لا يستيقظ الا الفجر، فقام بعد ذلك من الليل ما كان ينام من الليل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الله يرزقنا سرعه الاستجابه مما فيه الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. الفوائد المستنبطه: جواز النوم في المسجد، من ادب الرؤيا ان تحيلها على من يستطيع يؤول، مش كل احد يتكلم فيها. فضل ابن عمر رضي الله عنه قال: نعم الفتى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم،
وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.